هاي الصورة صورتي مع زوجتي سمر وبنتي رفيف وابني آدم. هذه الصورة أخذناها على كورنيش البحر، كنا كتير مبسوطين فيها. كانت زوجتي حامل، وكل ما بنروح على العيادة كانوا دايما آدم ورفيف وولادي كانوا دايما متحمسين يجوا معنا علشان يشوفوا أخوهم رسلان، كان لسه جنين في الرحم. أنا أخرفك عن هذا المكان، هو حوش الدار زي ما بنحكي إحنا بأهل غزة. فهذا مكان كان يجمعنا ويجمع لحظاتنا الحلوة بالعيلة. كل حاجة في غزة كانت حلوة، بحر، الشوارع، الصيف، الشتاء، كل إشي كل إشي. حتى اللي كنا نكرهه حلو، سميته آدم. ما كان شي حب ينام إلا في حضنه. أيام والله ما نعرف هترجع ولا ما ترجعش. ألو سمعني؟ يلا شوي معي ساعة هيك أريح وأرجع، بدي أجي أشوفكم ساعة، بدي أجي أشوفكم وأرجع على طول على الشغل. صالح الناطور متزوج ولدي 3 أطفال، أنا مثل أي فلسطيني بعيش على هاي الأرض، بنعاني مثل ما هم بيعانوا الناس هان، بنفرح وقت ما بيفرحوا، بنزعل وقت ما بيزعلوا. لا. ما في شيء بتحسه مختلف يعني. شروق هي وحدة طشاشة جدا، ما بتحب القعدة بالبيت، بحب بحر غزة كتير كتير، وبحب غزة والناس اللي بغزة، كيف ما كان وضعهم وظروفهم، ومتعلقة جدا جدا بغزة، إيش ما صار فيها. شوف هو يوسف في الوضع الطبيعي يعني بحب الحياة كثير، يعني كنت أحب كل تفاصيل يومي، شغلي، بيتي، طلعاتي. يعني أنا غطيت 6 حروب تقريباً، وما ما مرت حرب حسيت إنه الخوذة والدرع حماية، يعني هو بيحميك من الرصاص، لكن في النهاية لما بتحكي عن صواريخ عم تنزل على بتقتل كل شيء، لا بتشعر إنه فقط مجرد إنه أنت حابب تبرز شخصيتك كصحفي، وفي نفس الوقت عم نستخدم هذا الدرع والخوذة لنشعر الناس برا إنه إحنا في مكان خطر. وهذا القصف المتواصل هو خطر على الناس وخطر علينا جميعا، لكن انه هل هو بيحميني؟ لا ما بعتقد، ولو كان بيحمينا كان حمى كثير زملاء لنا استشهدوا وهم لابسين الدرع والخوذه. يعني شفنا شهادات حيه على زمايلنا ماتوا قدامنا او استشهدوا قدامنا. ما مرش علي ولا اي حدا انه الدرع حماه والخوذه حمته. واحنا عارفين الكلام هذا، عارفين، بس خلص بضل انه انت بدك تاخذ بالاحتياط. ظل انه انت برضه كمان بدك تبرز انه انت صحفي، مع انه فيش احترام للصحفي ولا في تقدير ولا في عفوا ولا في حتى اي حمايه دوليه له، بس مع هيك انه انا لا، حتى لو متت يكون مكتوب بريس، حتى لو انا متت اكون معروف انه انا متت وانا صحفي في مهنتي. احنا اصلا بالحرب هاي كان في استهداف بشكل مباشر للصحفيين، للصحفي نفسه في مكان شغله، في بيته، صار استهداف لعائلته وأولاده بشكل مباشر، غير استهداف الأماكن اللي إحنا كنا نشتغل فيها. فتحكي لي درع وخوذة، يعني إشي هذا كذبة كبيرة، كذبة كبيرة، لأنه إحنا ما بنترك ساعة إلا وبنحكي فيها، ما بنترك يوم إلا بنسلط الضوء على مجزرة ارتكبها بشكل مباشر ضد المدنيين. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. هو عم بيلاحق الصحفيين، بيلاحق مش للصحفيين كأشخاص،
بيلاحق الصورة اللي بيمتلكها هذا الصحفي واللي حصل عليها واللي ممكن يحصل عليها من شهادات الناس، وبالتالي هو بده يعني يحاول يمنع كل هذه الصور وهذه الروايات إنها تنتقل للعالم. كيف؟ عن طريق اغتيال الصحفيين. بتجموا منا في أهالينا، بفكرونا رح نسكت، والله عم نسكت، والله مستمرين، والله مستمرين غصب عنهم مستمرين. لما انت بتحس انه انت مستهدف ومكانك مستهدف، استهدافه للمكاتب يعمل لك عجز عملي، واستهدافه للاشخاص بيعمل لك عجز نفسي وقصور نفسي. فانه انت لما بيستهدف مكان عملك هو اذاك بمعداتك، اذاك بعملك، اذاك. مع انه خلي بالك احنا الجهد البشري عندنا اعلى من اي حاجه ثانيه في العمل، يعني خليني اقول لك 80% عندنا جهد بشري و20% معدات، مع انه في معدات معموله تريحنا، لكن مع هيك استهدافه للمعدات وللمكاتب بحاول انه يحد من نقل الصوره ونقل الخبر ونقل الحدث للعالم. هذا على جانب استهدافه للمكاتب والمعدات. استهدافه للاشخاص في ضرر نفسي كبير علينا. يعني انت لما تشوف يعني كل كم من يوم يقول لك زميل مستشهد، منتصر الصواف حدا كثير قريب علي، سامر ابو دقه حدا كثير عزيز علي، وكثير كثير ناس محمد الجاجة زميلنا حدا كثير قريب علي وجاري، رشد السراج بيته قبال بيتي. لما بتشوف كمية الاستهدافات هذا للصحفيين، إشي طبيعي إنه أنت كبني آدم تخاف. فعلا أنا خايف إنه في أي لحظة ممكن أكون مكان فلان أو فلان أو فلان من زميلنا. اعتراض هذه القوة ودار اشتباكات، لكن لم أنا والدي كان رافض إنه أصلا أشتغل بالصحافة، وكان بداية العمل الصحفي كان في بعض التضييقات والأمور اللي كل أب يعني بيعملها ليحمي بنته أو ابنه، كون إنه هذا المجال بيعتقد إنه مجال خطير مع إسرائيل، تواجد إسرائيل واستهدافها بشكل مباشر للصحفيين. بس لما والدي شاف الإصرار الكبير عندي فترك لي المجال. يعني من ناحية التأثير إنه في بعض الأوقات أنا بتمنى إني أكون جانب أهلي وما بقدر. هي المهنة مبعداني كثير عن بيتي وعن أهلي وبالأخص عن ابني. يعني ابني 11 شهر أو 10 شهور وشوية، هو بحاجة في الوقت هذا إن أنا أكون جنبه، وزوجتي بحاجة إنه أكون جنبها، ووالدتي ووالدي وأهلي. يعني بصراحة مش قادر أوفي بين العمل وبين أهلي، يعني في احتياجات عندهم. ناهيك عن انه اصلا الاحتياجات الاساسيه اليوم صعبه، فبدها حدا يسعى لها، والمجهود 200 او 300% اليوم على اساس تجيب انت خبز واكل وميه وشغلات عاديه. طب مين بده يطلع؟ والدي كبير في العمر. انا كنت ساكن في حي الرمال في مدينه غزه. كنا كثير مبسوطين في هذا الحي لأنه حي تجاري وحيوي، كان من أجمل الأحياء يعني بعتبروه بالنسبة لمدينة غزة من الأحياء الجميلة الراقية. هذا الحي كان أول حي يمكن من الأحياء اللي تم قصفها واستهدافها، اضطرينا إنه ننزح لأقصى جنوب قطاع غزة لمدينة رفح. إحنا عقلنا وتفكيرنا بهذيك المنطقة بغزة وبالشمال، أنا من سكان منطقة شمال غزة. تحديدا منطقة الفلوجة واللي توغل فيها الجيش ودمر فيها واستباح المباني هناك، فبتعز علي هاي الأماكن، بتعز علي هاي الشوارع، احنا كثير متعلقين فيها. يعني احنا الناس بغزة ما بنسافر كثير، أنا طول حياتي أنا عمري 30 سنة سافرت مرة واحدة، والشوارع كثير متعلقة فيها، غزة كثير متعلقة فيها لأنه أنا ما شفت أماكن غيرها إلا قليل جدا. لما بكون قاعد عند أهلي هي هذه الفترة الوحيدة اللي أنا بحس فيها في الأمان، يعني بحس إنه جد يعني إحنا لو متنا حموت مع بعض. يعني أنا مش متخيل يوم من الأيام إنه يصير لهم حاجة وأنا مش معاهم، ولا متخيل إنه أنا يصير لي حاجة وهم مش معي.
عشان هيك انا لما بكون عندهم هي هذه الفقره الوحيده في يوم اللي انا بكون فيها مرتاح ومطمئن. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. فهذا الوضع متكرر في أكثر من مخيم، وتحدث هنا مع جيران هذا البيت. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. هذه الحرب شعرنا بالخطر اللي على الصحفي بجد. يعني كان في الحروب السابقة كان في نوع من الخطورة، لكن كنا نستشعر انه لا، بعض اجراءات السلامة وانه ممكن تقيق القصف وكذا، لكن اليوم في هذه الحرب كل شيء مستهدف، كل شيء. ما في اي مرفق، ما في اي مبنى، ما في اي معلم في غزة الا هو مستهدف، ما في مكان آمن. الجزء الثاني انه انت بتعاني انت وعائلتك، يعني كان الخوف على الصحفي نفسه، لما كانت عائلتي خايفة علي في الحروب السابقة، لكن هاي الحرب أنت خايف عليهم وعم بينزحوا معك، أنت قاعد تنزح مثلك مثل الناس، بتتنقل من مدينة مع عائلتك وبتشتغل، وعائلتك ممكن تكون مرافقة إلك في مكان عملك. فعلياً أكون صريح مع نفسي قبل الكاميرا، فعلياً هذا أول حرب أنا أحس أنه فعلاً يعني إحنا مهددين بالخطر. سابقاً كان يا أخي اوكي يعني تشوف مشاهد صعبه تشوف، لكن ما كناش نشوف الوضع هذا. يعني احنا بنصحى وبننام وبناكل وبنشرب وحوالينا جثث، حوالينا ناس بتعيط، حوالينا ناس بتصرخ، وناس بنعرفهم احيانا، او ناس خلينا نقول يعني بعزوا علينا. على ما يبدو انه يعني في هدف واحد بس من الحرب هذه، انهائنا بشكل كامل، انهائنا بشكل كامل، مش انهاء تنظيم معين ولا انهاء جهة معينة، لا، إنهاء الوجود الفلسطيني الغزاوي بالتحديد. الإبادة الجماعية تستهدف أحياء سكنية بشكل كامل، مربعات سكنية بالكامل، استهداف الناس وهم قلب البيوت. والأصعب من هيك إنه هاي البيوت فيها عائلات نازحة من مناطق ثانية. صور صور صور، الله يستر. هاي الزلمة الله يستر. هاي 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 ها. مشب 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 مشب. لا حول ولا قوة إلا بالله، راح فيها الراجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، عينة كاملة يا الله، عينة كاملة. ارجع. هذا اليوم اللي انكتب لنا فيه عمر جديد. طلعت وتوجهت في شارع صلاح الدين على غزة كالمعتاد زي كل صباح. فكنا ماشيين يعني موكب سيارات، سيارات مدنية مع سيارتنا الصحافة طبعا معرفة انها تي في. انتبهنا للدبابة. ارجع 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 ارجع. يوسف امشي امشي يوسف امشي. ارجع. طب كان واحدة يوسف. يوسف امشي. راح في الباص. سيارة سيارة راح يوسف. واحد بس كله. ارجع. ما عادش يقدم، ما عادش يقدم. امشي امشي امشي. أنا لما شفت الدبابة دخلت في مرحلة الصدمة. أنا أول مرة بشوف دبابة بالمناسبة، يعني أنا مش كبير في العمر، مواليد 95، فما مرت علي الدبابات والآليات والشغلات هذه، فأنا فعليا أول مرة بشوف دبابة. فدخلت في صدمة إنه أصورها ولا أرجع الناس ولا أشرد أنا. في ثانية هذه الثلاث شغلات دارت في مخي. فأنا أول ما شفت الراجل مسرع زعقت عليه، زعقت ما رد علي، فعلى السريع طلعت التلفون لأن عارف أنه حيصير حاجة، وعارف أنه تقدمه على الدبابة برضه حيعمل مشكلة عندهم، ممكن يطخوا عليه أو يستهدفوه، مع أنه كنت مستبعد أنهم يستهدفوه لأنه سيارة مدنية. اللي مش قادر أنساها أنا في لحظة ما قلطت عني السيارة، عين الناس وهم بتطلعوا علي، يعني هم بتطلعوا علي، السواق بتطلع عدل بس الناس بتطلع علي، وفي قدامهم دبابة، فأنت شايفهم رايحين على الموت ومش قادر توقفهم. زعقت وعملت المجهود اللي علي وأشرت، ما سمعنيش.
في هذه اللحظة، لحظة التقاطع بيننا وبين السيارة، في لحظة أنا بقدرش أنساها. في حدا كان بتطلع علي من الشباك ولا عنده أي رياكشن إنه خايف، لأنه مش منتبه على الدبابة. فتحت ريكورد، صرت أطلع بعيني، طب هل حيطخوا عليه؟ هل حيرجع؟ يعني هل هيستهدفوا؟ طب أنا أرجع؟ طيب بطلع وراي في السيارات، طب هل معقول يستهدفوني أنا؟ طب صرت، طيب قبلها كان في استهداف لصحفيين، طب دخلت هنا عندي الأمور على بعض. مع ذلك أصريت أن أنا أصور الحدث. بير من غزة كله مصابات خطيرة، اللي حوض مكسور واللي كذا مكسور واللي راسه مكسور، يعني في حجرة كبيرة في السن حوضها مكسور، ايش يقيموا فيها ويسووا فيها؟ الله يعينها. اذكر في يوم باستهداف صار في دير البلح، توجهنا له الصبح، مع الاسف ان العيلة كاملة، ست واطفالها وزوجها على ما يبدو، كانوا موجودين تحت سقف وواقع تحتيهم، فقط رجليهم اللي باينة. يعني يمكن هو الجيش استهدفهم وهم نايمين، فضلهم نايمين، وظلوا هذا المشهد يعني موجود حتى ساعات الصباح، يعني لغاية ما إحنا رحنا صورنا. وغير إنه عمليات الإنقاذ اللي إحنا بنشوفها لما بنروح بنصور بتكون من الناس، الناس بتساعد بأبسط المعدات، هو ما في معدات، حتى إنه إحنا في بعض المشاهد كنا نشوف ناس تحفر بإيدها بس عشان تنقذ حدا داخل تحت الركام، أو تنتشل شهيد من تحت الركام عشان ما يضل. أصعب المشاهد كنت إنك تشوف الخوف في عينين الأطفال. كنا نغطي معظم الوقت في المستشفى، سواء في مستشفى الشفاء أو مستشفى ناصر، فكان يجي جرحى ويجي شهداء لكن أصعب شيء إنك تشوف طفل صغير عمره 3 سنين، تشوف الخوف في عينيه وما في لا والده ولا والدته موجودة جنبه ولا حد من أقاربه، بسبب أنه هذا القصف شتت العائلات وأصبح يعني في لحظتها كل إنسان في جهة. بالإضافة لمشاهد الشهداء والجرحى والناس، الرجال اللي بيبكوا قهر الرجال، والنساء اللي ترملت، يعني كل هذه كانت مشاهد قاسية وصعبة ومؤلمة. في اختلاط في المشاعر، انه انا قوي وبتحمل، وانه لا مش قادر اتحمل، لكن هو الشعور الاساسي انه والله ما انا قادر اتحمل، وجد بكون الاشي مؤذي جدا. انت تكون بتصور وفي نفس الوقت قاعد بتنتشل في حدا او بتساعد او بتسعى تبعون الدفاع المدني او الاسعاف، فهم في شعور. يعني انا دائما بسال نفسي، يعني هل اللي على الارض المصاب هل حيسامحني؟ والله يعني هل هو شايفني بصور وما انتشلتوش او ما رفعتوش او ما ساعدتوش، هل حيسامحني؟ هو اللي على الارض حيسامحني؟ طب لو ضلوا عايش حضل في مخيلته انه حدا ما ساعدوش؟ هذا الاشي الوحيد اللي بخليني احيانا انه لا بدك تساعد، وانا ماسك الكاميرا او ماسك الجوال، لا بدي اساعد، ما ساعدتش في ايدي بدي ازحك، استعجل تبعون الدفاع المدني، استعجل الاسعاف، أنبههم إنه هم في حاجة. وإذا أحياناً اضطر الأمر في إيدي بساعد، وأحياناً بطفي الجوال، وصارت طفيت الجوال وساعدت، لأنه أنت مش قادر تصور وتساعد في نفس الوقت. لا، إنك تساعد أهم من إنك تصور، مع أهمية إن أنت جاي تنقل رسالة. طبعاً كلهم مدنيين تحت الأقاط، أطفال، نساء، يعني هذه عالم هذا. في مشهد دائماً بتكرر يومياً، إحنا بنكون على الهواء وبنحكي رسالتنا، بس الناس بتكون حوالينا بتحب تسمع إيش في أخبار. الناس هنا ما معها جوالات، ما عندها شاشات تلفزيون، الراديو الإشارات كتير ضعيفة، فما بيسمعوا أخبار. بيجوا للصحفيين اللي بيحكوا قدام الكاميرات وبيسمعوا منهم إيش في أخبار. كيف حالك يا خالد؟ شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ والله لسه تهدئة لسه. هل ندمان إني اخترت الصحافة؟ أحياناً بفكر كثير في هذا السؤال، لكن برجع بجاوب لا. كثير أثرت فينا، أثرت فيا كزوج وكرب أسرة كثير جداً يعني. ومع ذلك لما برجع أفكر، طب لو بدي أختار مهنة تانية شو حتكون، حرجع أحكي لا، حشتغل نفس المهنة الصحافة.
هتحاول قدر المستطاع انك تأمن نفسك وفي نفس الوقت انك تستمر في هذه المهنة وتستمر في نقل هذه الرواية للعالم من خلال وسيلة الإعلام اللي عم تشتغل فيها. احكي لك اشي، لما شفت هدول المنشورات اللي بكتبوها الصحفيين صرت اخاف اكتب منشور، والله العظيم صرت اخاف اكتب منشور على السوشيال ميديا وبعد بدقيقة او دقيقتين او ساعة او يوم الناس ترتيني، يعني الناس تحكي لي الله، تحكي الله يرحمها كتبت كذا على الصفحة، صفحتها على الفيسبوك او التويتر او الانستغرام كتبت هيك، كمان يومين حنلاقيها شهيدة. فأنا بتجنب إني أكتب، بخاف إنه أترك وراي أطفالي وزوجتي وإني أترك هاي الدنيا وهم وراي، يعني ما يكون إلهم معين، ما يكون إلهم معيل. سمعين صوت الزنانة؟ إيش مزعجة صح؟ تخاف منها؟ احنا الجيش بيستهدف الصحفي، بيستهدف عيلته عشان يوجعه، بس لا بيقدر تاني يوم او ممكن بعد بساعه او بعد بساعتين، زي ما شفنا من زملائنا بعد بساعتين ثلاث ساعات تلاقيه طلع على الهواء وكمل رسالته، لانه شايفه في قوه، في اراده، في اصرار عند الصحفيين على الاستمرار في التغطيه ايش ما صار فيهم. روايتنا مبنيه على شهداء وعلى دماء وعلى زمايل استشهدوا وضحوا وتصاوبوا في سبيل نقل الصورة، ما هيك شغالين، والدافع عنا إن إحنا روايتنا تكون هي المنتصرة. وعلى مر التاريخ، يعني لو رجعت للتاريخ لم يجرح صحفي إسرائيلي، لم يسجل أي إصابة لأي صحفي إسرائيلي في أي مواجهة، أصبح إنه أنت يعني مضطهد حتى كصحفي مضطهد، لا حماية دولية ولا حماية صحفيين ولا منظمات دولية ولا حدا حميك. رغم كل هيك إحنا في عنا رسالة وشايفين واقع وظلم كبير بيقع على الفلسطينيين بغزة، فهاي رسالة منا وأمانة علينا إنه إحنا نوصل هاي الأصوات. هاي الحرب خلتنا قريبين من الناس اللي حوالينا أكثر، فخلت مشاعرك اتجاه أقرب الناس إليك مختلفة، أصبحت تشتاق إلهم أكثر، أصبحت حابب إنك تجلس معهم أكثر، أصبحت حتى إنك أنت تتغاضى عن كثير من تفاصيل الحياة اللي كانت قبل الحرب. خلت هذه الحرب مشاعرنا اتجاه الناس اللي بنحبهم أكثر عمقاً وأكثر قرباً، وتتمنى إنه تنتهي هذه الحرب وهم حواليك موجودين لحتى تعوضهم على الأيام اللي فاتت.